او السي جي في السكشن بروبرتيز. هنكمل النهارده على السكشن بروبرتيز وهنخلصها النهارده تمام، وبعد كده هنبدا ندخل على الاستريسز، هنشوف النورمال ستريس والشيل ستريس والديستريبيوشن بتاعهم، ازاي اوزع على قطاع الاستريس في اوله هيبقى عامل ازاي. الاستريس اللي هو الاجهاد اللي هو عباره عن فورس على اريا، هشوف في بدايه القطاع هيكون عامل ازاي وفي النص وفي الاخر وهكذا. دي حاجة احنا هندرسها اللي هو الجزء اللي جاي اللي هو الدايركت ستريس، وهنشوف الديستريبيوشن بتاعه، لكن النهارده هنكمل اللي هو الجزء بتاع البروبرتيز. مراجعة بسيطة كده، هنمسك كل حاجة فيهم كده وهندي هنت عنها تاني، الناس تبدأ تربط الأفكار بتاعتهم ايه بالظبط، ولو حد عنده سؤال يبقى يقول في النهاية بعد ما أخلص. فالسنترويد ده قلنا اللي هو لو عايز في السؤال قال لي هات السنترويد أو هات السي جي. السي جي هو نفس النقطة اللي هي بتاعت السنترويد، بس في حالة انا لو ما عنديش اي احمال تمام، لو عندي السكشن معلوش اي احمال وقال لي هات السي جي، يبقى السي جي هو مكان السنترويد. لكن هنيجي فيما بعد كده اما الاقي اما احمل اما احط احمال، ممكن الاقي الجزء اللي فوق عليه احمال اكتر من الجزء اللي تحت، فعلى كده المنشأ بتاعي هيميل ناحية الجزء اللي فوق، لان هو السنتر السي جي ده السنتر اوف جرافيتي، ده المركز اللي هو بتاع اتزان الشكل، فساعتها ما هيبقاش في النص، هيبقى في النص في حالة واحدة بس، لو كان اللي فوق زي اللي تحت، وهكذا بالنسبة للأحمال. فقلنا إن عندي أربع أشكال تكون أنت حافظهم ويكونوا في بالك دايما، اللي هم هنعرف إحنا نحدد مكان السنترويد بتاعهم فين، اللي هم مستطيل ودايرة ومثلث ونصف دايرة. ولو كان عندي شكل تاني بنسميه الريجولار شيبس، دي أشكال غير منتظمة، أول حاجة أنت تعملها تبدأ تقسم الشكل بتاعك الأشكال من الأشكال الأربعة اللي أنت عارفهم، بعد كده تبدأ تشوف اللي هي السيمترية، هترسم أنت محاور أنت اللي هتعملها في بالك كده، محاور في بالك اللي هو محور واي ومحور اكس، وأبدأ أشوف الجزء اللي فوق زي الجزء اللي تحت ولا لأ، لو الاتنين قد بعض والمسافات اللي فوق قد اللي تحت يبقى هقول على القطاع ده سيمتريك أباوت الإكس أكسس، فساعتها الواي سي هتبقى بزيرو. لان احنا بنعمل الكلام ده كله ليه في السنترويد؟ عشان نطلع لو الشكل بتاعي غير متماثل او شكل الريجولار شكل غير منتظم، انا عايز اطلع الواي سي واطلع الاكس سي اللي هما بيحددوا لي فين بالظبط مكان النقطه اللي هي بتاعه السنترويد. وهتشوف هرسم محور الواي وهشوف الجزء اليمين زي الجزء الشمال ولا، لو زيه هقول ان القطاع ده سيمتريك اباوت الواي، لو مختلف في حاجة مختلفة فيه يبقى القطاع ده انسيمتريك، يبقى هحتاج اطلع حاجة اسمها اكس سي. فدي نقطة مهمة وانت بتحسب السنترويد وانت بتطلع السي جي، انك انت تكون عارف اولا القطاع هو سيمتريك حوالين مين، هل سيمتريك حوالين الاتنين؟ لو سيمتريك حوالين الواي وحوالين الاكس، يعني فوق زي تحت وشمال زي يمين، يبقى انت على كده السنترويد بتاعه اوريدي معرف، اوريدي انت تقدر تحدده، تشوف نص المسافة اللي هي التوتال بالنسبة للواي ونص المسافة اللي هي التوتال بالنسبة لإكس، وترسم المحاور بتاعتك في النص بالظبط. دي اللي هي كانت أول جزئية احنا اتكلمنا عنها اللي هي السنترويد أو السي جي، لو قال لي هات السي جي أو السنترويد. تاني حاجة اللي هي المومنت أوف إنرشيا، لو قال لك هات المومنت أوف إنرشيا يبقى أنا هطلع له الأي إكس وأطلع الأي واي. طب لو قال لي ريليفانت مومنت أوف إنرشيا، هات لي الحاجات المتعلقة بالمومنت أوف إنرشيا، يبقى انا ساعتها هطلع كل حاجه الاي اكس والاي واي والاس اكس والاس واي والاي بولر، واطلع كل الحاجات اللي هو مديها ليا. فهو الاي اكس والاي واي اهو القوانين بتاعتهم اهي تمام، الاي اكس بتساوي سيجما الاي اكس بتاعت كل شكل، يعني لو عندي قطاع فيه ثلاث اشكال زي ما قلنا اول خطوه هبدا اقسم الاشكال اللي بتاعتي، الاشكال انا عارف اتعامل معاها لان نفس النظام عندي اربع اشكال برضو معروف الاي اكس بتاعتهم والاي واي بتاعتهم، اللي هما الجدول اللي قلنا عليه في السكشن الاول ان هو حفظ الاشكال اللي هي بتاعت المستطيل والمثلث والمربع والنصف دايره والدايره والنصف دايره. فيبقى عندي لو عندي ثلاث اشكال مستطيل يبقى الاي اكس بتاعت المستطيل باتش تكعيب على 12 زائد الاريا بتاعت المستطيل مضروبه في الدلتا واي تربيع. الدلتا واي تربيع دي هي عباره عن المسافه ما بين السنتر ما بين السي جي بتاع الشكل اللي انا بحسب له لغايه السنترويد الحقيقي، اللي هي عباره عن الواي واحد. الواي واحد دي لو الناس تفتكر كنا بنطلعها واحنا بنطلع مكان السي جي، دي كانت المسافه من سنتر الشكل لغايه المحور الوهمي،
ناقص الواي سي اللي احنا كنا مطلعينها. انت ممكن الكلام ده كله من غير ما تحسب واي واحد واي سي، لو انا عندي المكان نفسه الحقيقي السنترويد الحقيقي بتاع الشكل، اقدر اطلع المسافة من السنتر لغاية السنتر الحقيقي. يبقى تاخد بالك ان هي الدلتا واي دي المسافة من السنتر، من سنتر الشكل لغاية السنتر الحقيقي، تمام؟ لكن الواي واحد دي المسافة من سنتر الشكل لغاية السنتر الوهمي. الناس لو تفتكر السنتر الوهمي ده الاكسس، او الاكسس الوهمي اقصد بيه الاكسس الوهمي، ده كنا بنعمله في نهاية القطاع من تحت خالص، وبنعمله على اقصى اليسار الشكل عشان خاطر اطلع الاكس سي واطلع الواي سي. الاي واي نفس القانون، بس الفرق ان دي دلتا اكس مسافة من السنتر، من سنتر الشكل لغاية المحور الحقيقي اللي هو المحور واي. الكلام ده هيوضح اكتر في الامثلة. في بعد كده حاجة تانية عندنا اسمها الفيرست مومنت اوف اريا، دي الاس اكس والاس واي. دي عبارة عن سيجما الاريا، كل الاريا اللي عندي اضربها في الواي. الواي اللي هي المسافة من سنتر الشكل لغاية محور الاكس، تمام؟ لغاية محور الاكس الاصلي. الاس واي المسافة اللي هي مجموع الاريا مضروبة، كل الاريا مضروبة في المسافة بتاعتها من السنتر لغاية الاكسس. هنيجي يعني في بعد كده حاجة تانية عند اسمها البولر مومنت اوف انيرشيا، دي اي بولر، عبارة عن مجموع الاي اكس اللي احنا طلعناهم من هنا والاي واي. يعني كل اللي هنعمله ان احنا هنجمعهم على بعض. في حاجة تانية اسمها ريدس اوف جيريشن، دي الاي سمول اكس واي سمول واي، دي جذر الاي اكس على الاريا توتال. الاي اكس اللي احنا سبق وكنا مطلعينها من هنا هي والاي واي، تمام، على الاريا توتال، على مجموع الاريا. وبالنسبة للاي سمول واي مجموع الاي واي اللي انا مطلعها من هنا على الاريا توتال، تمام. على كده في مشكلة في حاجة في البروبرتيز دي؟ هو احنا كل ده بنجيبه بعد سؤال. حضرتك تسجل المحاضرة؟ بسجلها. طيب هو كل ده حضرتك بيتجاب اول ما يقول لي جيب مومنت اوف انيرشيا، ولا هو بيقول لي مثلا جيب مومنت اوف انيرشيا الفيرست مومنت؟ دي بص كلها على بعضها اسمها سيكشن بروبرتيز. يعني لو قال لك السؤال فاين سيكشن بروبرتيز، هبدا اطلع كل الكلام ده، تمام. لو كان في المساله محدد لك مثلا، قال لك هات المومنت اوف انيرشيا بس، تمام، اللي هي اي اكس واي واي، وما قالكش ريليفانت يعني المتصل بيه، او الحاجه اللي بخصوص ان المومنت اوف انيرشيا، قال لك ما كتبش معلش قبلها اي اكس واي واي. بس انت عشان تطلع اي اكس واي واي لازم الاول تطلع السنترويد. يعني في اي مطلوب اول خطوه واهم خطوه فيهم كده كده هتطلع اللي هي السنترويد. لازم على اي حال من الاحوال هتطلع السنترويد، تمام، تحدد السي جي وبعدين تشوف اللي هو مطلوب ايه، ماشي. قال لك سكشن بروبرتيز، يبقى هنطلع كل حاجه التوتال. في مشكله في اي بروبرتي من دول؟ لا. هنيجي بعد كده هناخد الخاصية الجديدة اللي عندنا، اللي هي اتكلمنا عنها قبل كده بس هناخدها بالتفصيل. حاجة اسمها الميكسد مومنت اوف انيرشيا، اللي هي الاي اكس واي. الاي اكس واي لو كان القطاع بتاعي قطاعات بالشكل ده، مستطيل او دايرة او مثلث او نصف دايرة، الاي اكس واي بتاعتها زيرو. يعني انا عندي هنا القانون بيقول اي اكس واي تساوي سيجما الاي اكس بتاعت كل شكل، تمام، الاي اكس واي بتاعت كل شكل مضروبة زائد الاريا بتاعت الشكل مضروبة في الدلتا اكس مضروبة في الدلتا واي. الدلتا اكس والدلتا واي اللي هما المسافة من سنتر الشكل لغاية المحور الرئيسي، تمام. يبقى هنا بالنسبة لينا لو كان الشكل نفسه قطاع ريجولر، قطاع منتظم، وانا عارف مكان السي جي بتاعه، مين يقول لي على كده هنا الاي اكس واي تبقى بتاعته كام؟ تبقى بي اتش على 3. لا، اي اكس واي، اي اكس واي دي مختلفة عن اي اكس اللي انت بتتكلم عنها، بي اتش تكعيب على 12 والكلام ده، دي اسمها الاي اكس مومنت اوف انيرشيا. لكن دي عايز مومنت اوف انيرشيا اي اكس واي، تمام؟ الاي اكس واي بتاعت اي شكل منتظم من الاشكال دي بزيرو. طيب هتبقى لي احنا بنقول ان هو القانون الجنرال
بيقول اي اكس واي بتساوي سيجما الاي اكس واي بتاعت كل قطاع زائد الاريا مضروبه في الدلتا اكس في الدلتا واي. بالنسبه لقطاع من القطاعات دي الاي اكس واي اللي هي التوتال اللي هي دي هتساوي زيرو. ليه؟ لان احنا عندنا مفيش مسافه ما بين السنتر والسي جي، صح؟ الاتنين منطبقين على بعض، فعلى كده دلتا اكس اي بزيرو، صح؟ مفيش مسافه، ما احنا بنقول مسافه دلتا اكس اي دي المسافه من سنتر الشكل لغايه المحور بتاعي الاصلي. طب هو المحور الاصلي في النص وسنتر الشكل نفسه في النص، الاتنين منطبقين على بعض، يبقى دي بزيرو، صح؟ تمام. يبقى خلاص الترم ده كله على كده بالنسبه لينا اتلغى، يبقى الترم ده كله هو التاني بزيرو. سواء كانت الدلتا اكس هي بزيرو او الدلتا واي هي اللي بزيرو، فهو على كده الترم كله هتلغي لان كلهم مضروبين في بعض. تمام. ده بالنسبه لو كان الاشكال اللي عندي اشكال ريجولار، اللي هي قلنا الاشكال هتفضل ثابته معانا واحنا عارفين القيم بتاعتها، هي المستطيل، الدايره، مثلث، النصف دايره. اي حاجه تخص الاربع اشكال دول لازم انت تكون حافظها، لازم تكون حافظ هو مكان السنترويد بتاعها فين. بالنسبه للمستطيل السنترويد بتاعه اهو في النص، نص الشكل، فانا هشوف المسافه عندي دي التوتال، يبقى انا عندي دي اتش على 2 عباره عن اتش على 2 لو كان ده الطول كله اتش، والمسافه دي اللي هي بي على 2. كده انا حددت مكان السنترويد اللي هو بتاع الشكل ده. طيب بالنسبه للدايره السنترويد بتاعها كلنا عارفين ان هو في النص، لفتها شمال لفتها يمين قلبتها، هو السنتر بتاعها المركز بتاعها في النص. تمام. طب بالنسبه للمثلث، المثلث السنترويد بتاعه اللي هو بتاع الاكس اكسس على بعد اتش على 3، تلت من ناحيه القاعده اللي هي دي وتلتين من ناحيه الراس. دايما تشوف انت الراس فين والقاعده بتاعته فين، محور الاكس بتاعه عشان انت تحدد مكان السنترويد. لو عندك دي كلها اتش، يبقى انا عندي مكان الاكس اكسس على بعد اتش على 3 من ناحيه القاعده، واتنين على 3 من ناحيه الراس اللي هي دي. تمام. ده لو احنا عايزين نحدد اللي هو المكان اللي هو بتاع السي جي او السنترويد اللي هو بتاع المثلث. طب بالنسبه للنصف دايره، السي جي بتاعها بالنسبه للمحور واي في النص، لكن بالنسبه للمحور اكس بيبعد مسافه 4 ار على 3 باي. كون انت حافظها برضو 4 ار على 3 باي، 4 في نصف القطر على 3 باي. في مشكله في اي حاجه على كده؟ كل دول الاشكال بتاعتهم الاي اكس عشان هو سيمتري، الاي عشان هو سيمتريك حوالين الاكس وحوالين الواي، يبقى الاي اكس بتاعتها الاي اكس واي بتاعتها بزيرو. طب مهندس، هو المثلث حضرتك قلت من النص بيبقى اتش على 3، طب من بالعرض؟ بالعرض ازاي؟ هو في النص هيبقى نص القاعده بالنسبه للواي، يبقى لو عندي دي كلها بي يبقى نص البي. تمام. يبقى بي على الاثنين من هنا وبي على الاثنين من هنا، وهكذا بالنسبه لنصف الدايره، يعني على بعد ار من هنا وعلى بعد ار من هنا لو كان الطول ده كله اللي هو الدايمتر، يبقى دي على الاثنين من هنا ودي على الاثنين من هنا، سنتريه في النص بالظبط. تمام. الميكسد مومنت اوف انيرشيا دي لو كان، طيب انا عندي هنا اخدنا الاشكال بتاعت اللي هي لو مستطيل او دايره او مثلث او نصف دايره، كان المفروض حد يسالني يقول لي طيب لو نصف دايره، لو نصف دايره القانون الاي اكس بتاع واي بتاعتها ما هتبقاش بزيرو. تمام. مثلث كامل متساوي الساقين الاي اكس واي بتاعتها بزيرو، لكن لو كان عندي نصف، لو كان عندي مثلث قائم بالشكل ده هيبقى الاي اكس واي بتاعتها موجب او سالب الاريا بتاعت المثلث، اريا المثلث اللي هي ايه؟ نصف طول القاعده في الارتفاع، يعني نصف البي في الاتش، هي دي الاريا، نصف طول القاعده في الارتفاع يدي الاريا بتاعت المثلث، مضروبه في العرض مضروبه في الارتفاع على 36. طب موجب ولا سالب؟ على حسب الربع الموجود في المثلث. تمام. هتقول لي طيب انا اعرف ازاي الربع؟ هتعرف الربع من الشكل بتاع المثلث المرسوم، بالشكل ده يبقى نيجاتيف، بالشكل ده بوزيتيف، نيجاتيف،
positive، تمام؟ هتعرف تفرق ما بينهم، بس احفظ الإشارة بتاعته، تمام؟ هنيجي بعد كده تاني، آخر حاجة تانية عندنا اللي هي هيكون عليها الشيت التاني، يعني الشيت التاني على كده بيتكلم برضو على section properties، بس ضايف فيه حاجة زيادة واحدة بس property زيادة، اللي هي principal moment of inertia، أو أقول لك principal axis. هات ال principal axis أهي المساحة أهو، لو عندنا الشيت أهو شيت اتنين، هتلاقي أول مسألة فيه obtain CG، أول خطوة خالص هاتلي حدد لي مكان CG شكل بالشكل ده، هشوف في النص السي جي بتاعه في النص، تمام؟ and moment of inertia about horizontal and vertical axis، وعايز الاي اكس والاي واي، وبعدين بيقول لي هات radius of gyration اللي هي الار اللي هي اي سمول اكس اللي هي عباره عن جذر الاي اكس على الاريا توتال، تمام؟ هطلع الاس اكس واطلع الاس واي، ده في اول مساله. هتلاقي في السؤال الثاني بيقول لي obtain the principal axis، يبقى عايز ايه؟ عايز اللي هي بنتكلم عنها دلوقتي اللي هي دي اللي هي اي يو واي في، هنقول هما ايه بالظبط. بقول لي هات ايه تاني؟ هات الريليفانت مومنت اوف انيرشيا، هات الحاجات المتعلقه بالمومنت اوف انيرشيا، هتطلع الاي اكس والاي واي وتطلع الاي اكس واي وتطلع الاي بولر، تطلع كل حاجه خاصه، تمام؟ بتعدي ما فيهاش حاجه. بالنسبه للمساله الاولى دي هو مدين رموز، فانت هتطلع هتكتب القوانين وهتعوض بالرموز، تمام؟ هنا نفس النظام، الحاجه اللي فيها رمز حطها بالرمز بتاعها، ما فيش ارقام، يعني مساله رموز ومساله ارقام. فهنيجي ايه اللي برينسيبال مومنت اوف انيرشيا او البرينسيبال اكسس، هو احنا كنا بنطلع الاي اكس وبنطلع الاي واي، صح؟ بعد كده حضرتك هتفضل بس عندي سؤال. اه هو دلوقتي احنا السكشن خلاص هيبقى لايف على زوم ولا برضه هينزل زي الاول على يوتيوب ولا ايه النظام احنا شايفينه بالظبط؟ انت ده داخل متاخر، اتكلمنا فيه ده من معلش انا اسف. قلنا خلاص ما الكلام اهو الناس كلها سامعاه، هننزل السكشن مسجل بحيث انك انت تقدر في اي وقت تتابع فيه، وفي نفس الوقت في خلال الاسبوع ان شاء الله هنحدد برضه ميعاد تاني، تمام؟ هيكون على زوم، تمام؟ بحيث ان الناس تكون ذاكرت السكشن وعندها سؤال بعينه، عندها حاجه يا باشمهندس كذا، فاهم؟ يعني احنا عندنا المحاضره بتنزل عادي على اليوتيوب زي ما حضرتك عملت المرات اللي فاتت، ما فيش مشكله، انزلها بتفرج عليها وبتفرج عليها وبعد كده بشوف بستنى الزوم ميتنج عشان اعرف الاسئله لو حاجه مش فاهمها او كده، صح كده؟ ننزل السكشن، الناس تذاكر السكشن او تسمعه على الاقل، بس اتكون فكره السكشن بيتكلم عليه، ونيجي بعد كده في على زوم اللي عنده سؤال بخصوص الكلام ده يسال فيه، ده هيوضح الدنيا اكتر، تمام؟ ماشي. هنيجي هنا قلنا الخاصيه اللي عندي بعد كده حاجه اسمها برينسيبال مومنت اوف انيرشيا او برينسيبال اكسس، دي اي يو واي في اللي كنا بنطلعهم كان اسمهم مومنت اوف انيرشيا بس، تمام؟ اللي هم اي اكس واي واي. حاجة تانية معانا اسمها برينسيبال مومنت اوف انيرشيا او برينسيبال اكسس، يقول لك هدي او هدي المصطلحين واحد، دول اللي هما ايه؟ دول انا عارف ان هو الانيرشيا بتاعت القطاع، اما ضربنا المثال اللي هو لو عندي مسطرة وانت مسكتها ونومتها كده بالعرض وجيت تتنيها هتلاقيها بسهولة تتني معاك، لان الانيرشيا بتاعتها على كده ضعيفة، لكن لما تيجي توقفها على الحد بتاعها وتحاول تتنيها الانيرشيا بتاعتها هتكون اقوى، مش هتقدر تتنيها، فدي حاجه معتمده على الانيرشيا. طيب الانيرشيا نفسها بالنسبه للحاجه دي بالنسبه للسكشن هتكون اقوى في اي اتجاه على زاويه كام؟ يعني انا الشكل المسطره دي لو تنيتها بزاويه مثلا 50 هتديني انيرشيا اكبر، ولا لو تنيتها بزاويه 20، ولا لو تنيتها بزاويه كام، ولا لو خليتها على 180 كده بشكل مستقيم، مين فيهم هيديني انيرشيا اكبر؟ فهي دي اللي هي برينسيبال اكسس، دي عشان خاطر اطلع حاجه اي يو اللي هي بتعبر لي على الماكسيمم، واطلع حاجه اسمها اي في اللي هي بتعبر لي على المينيمم، بتعبر لي على الماكسيمم انرشيا بتاعت الشكل ده، اللي هي حاجه معتمده على الزاويه اهو اليو واهو الفي، محتمل ان هو الماكسيمم اللي هو اليو يكون على بعد مثلا
زاوية 50 أو على بعد زاوية 2، فهو ده اللي هنعرفه. فالاي يو خليكم فاكرين دي بتعبر عن الماكسيمم، والاي في بتعبر عن المينيمم. الاثنين ليهم قانون واحد، القانون بتاعهم اي اكس زائد الاي واي على 2 موجب او سالب الجذر التربيعي الاي اكس ناقص اي واي على 2 الكل تربيع زائد اي اكس واي تربيع. اي اكس واي دي اللي هي كنا بنتكلم عنها من شويه، اللي هي اسمها ميكسد مومنت اوف انيرشيا، اللي هي قلنا عليها اللي هي بتساوي صفر لو كان الشكل عندي شكل ريجولار، شكل منتظم. تمام، يبقى عندي لو كنت هطلع الاي يو هاخد الاشاره هنا هاخدها بوزيتيف، لو كنت هطلع المينيمم هاخد الاشاره نيجاتيف، لكن الاثنين ليهم نفس القانون، نفس القانون بالظبط، بوزيتيف مع الماكسيمم نيجاتيف مع المينيمم. طب الزاويه السيتا اللي هي دي، التاني 2 سيتا بتساوي نيجاتيف 2 اي اكس واي بتاعت الشكل كله على الاي اكس بتاعت الشكل كله ناقص الاي واي. تمام، يبقى هو الشيف تان الكلام ده هيطلع لي 2 سيتا، الزاويه اللي هتطلع اقسمها على 2 هطلع سيتا واحده بس منهم اللي هي اللي انا عايزها الزاويه. طيب اللي هي اللي كنا بنتكلم عنه لو كان القطاع بتاعي متماثل، مش قطاع زي ده، لو قطاع زي ده لو جينا نبص فوق محور الاكس وتحت محور الاكس فالاتنين مش شبه بعض، اللي فوق حاجة واللي تحت حاجة. تمام، فعلى كده انسيمتريك حوالين الاكس. طيب شمال ويمين برضو انسيمتريك حوالين الواي. طيب لو كان القطاع بتاعي متماثل سواء كان حوالين الاكس بس او حوالين الواي بس او حوالين الاتنين، هيبقى الاي يو ماكسيمم تحتك هي الماكسيمم ما بين الاي اكس او الاي واي، يعني الاي اكس اللي احنا كنا مطلعينهم واحنا بنطلع المومنت اوف انيرشيا هما والاي واي، هاخد الاكبر ما بينهم هيبقى هو الاي يو بالنسبه لينا لو كان القطاع بتاعك متماثل. تمام، متماثل حوالين الاثنين مش حوالين واحده بس زي ما قلت، حوالين الاثنين. طيب الاي في المينيمم هاخد القطاع الاصغر، ما هاخد الاي الاصغر ما بين الاي اكس والاي واي. تمام، ما بين ده او ما بين ده، يعني الاي يو مش مرتبطه بالاي اكس بس مثلا والاي في مرتبطه بالاي واي بس، لا احنا ما بين النتيجين الاكبر فيهم هو اللي هناخده لو كنا بنطلع اي يو، الاصغر لو كنا بنطلع الاي مينيمم. في مشكله على كده في حاجه؟ هو دايما معلش الاي يو دي ماكسيمم والاي في مينيمم. تمام، مينيمم والاثنين ليهم نفس القانون. تمام، بس واحده منهم هتاخد بوزيتيف والتانيه هتاخد نيجاتيف. تمام، لكن نفس القانون بالظبط مش هيفرق اي حاجه. ماشي، هنيجي يعني نشوف مثال على الكلام ده. اهو مدينا قطاع بالشكل ده، القطاع ده زد سيكشن. تمام، بيقول لي obtain the principal axis and relevant moment of inertia. عايز نطلع، معلش انا ممكن استاذنك سؤال، هو الشرح اللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي ده متسجل خلاص ولا ايه؟ بعمل ريكورد انا. تمام اوكي، عشان بس انا اخد نوتس ولا لا. تمام شكرا. تمام، لو في حاجه انت عايزه تضيفيها من بره هيكون افضل برضه. تمام، يعني هو ورق كل واحد يعمله خاص بنفسه كده يكتب فيه النوتس هيوفر معاه كتير، بدل ما يجي مثلا يسمع سيكشن مدته ساعة أو ساعة وتلت، لا هو هيدخل على حتة معينة، فاهمين؟ بدل ما تراجعوا مرة تانية لغاية ما توصلوا الحتة اللي انتوا عايزينها. تمام، هنيجي لو عندي مثال بالشكل ده بقول هات برنسبل اكسس وريليفنت مومنت اوف انيرشيا. أول حاجة مين يقول لي احنا هنعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي هنحل بيها المسألة دي؟ إن أنا أقسم الشكل وأحدد السيجن. تمام، واشوف ان الشكل لو انا هعمل محاور وهميه الوهم ده ولا ولا مش هحتاج. او اول خطوه خالص هنبدا بيها نبدا نرسم احنا المحاور بتاعتنا. تمام، اهو محور اكس هيبقى محور واي هيبقى هنا مثلا ومحور اكس هيبقى هنا. مين يقول القطاع ده متماثل ولا غير متماثل؟ متماثل بس العكس. بالظبط، متماثل عكس، لان المتماثل العكس ده اللي بونص في الاخر هديني. تمام، هبص على الجزء اللي فوق وهبص على الجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق على اليمين
او الجزء اللي فوق هو هو اللي على تحت، بس الفرق ان ده ميرور للناحية التانية عكسه. تمام. طب اللي على اليمين هل زي اللي على الشمال؟ ايوه زيه. يبقى على كده هنقول عليه انتي سيمتريك، سيمتريك بس بالعكس. دي اول خطوه انت هتعملها في اي مساله. هتيجي بعد كده هتشوف هل المسافات دي فعلا متساويه ولا لا. اصل هو ممكن يكون انت من الشكل يمين زي شمال، بس هتلاقي الجزء اللي على اليمين اكبر، طوله اكبر من الجزء اللي على الشمال، فعلى كده هو ما بقاش سيمتريك، مش هيبقى في النص. تمام. فتاني تشيك عليه تشوف المسافات اللي تحتك هل هو سيمتريك فعلا ولا لا. دي تاني خطوة. لو كان مظبوط وسيمتريك يبقى انا خلاص على كده هكمل. تاني خطوة انت هتعملها ده سيمتريك، يبقى تحط في بالك انك انت الاكس سي بزيرو والواي سي بزيرو. انا خلاص انا عرفت المحاور بتاعتي فين، اعرفها ازاي المحاور. انا عندي الطول ده 2 و6 8 واتنين 10، يبقى محور اكس انت عارف ان هو على بعد 5، على بعد المسافة من هنا لهنا 5 متر او 5 سنتي على حسب الوحدات اللي هو جايبها لك. طب بالنسبة لمحور اكس، بالنسبة لمحور واي، هتشوف انت المسافة دي من هنا لهنا كام، من هنا لهنا. معلش يا باشمهندس، هو ايه 6 8 و6 10؟ فين 6 8 و6 10؟ قبل السؤال كده انا بقول لك احنا عايزين، احنا خلاص عرفنا ان ده سيمتريك، فانت لازم توقع المكان بتاعه فين بالظبط. بالنسبة لمحور اكس هتطلع انت المسافة بتاعته ازاي؟ مادام هو سيمتريك تطلع المسافة ازاي؟ المسافة المفروض اللي فوق قد اللي تحت، فانت هتشوف التوتال. التوتال من هنا لهنا كام؟ اهو انا عندي 2 وعندي دي كلها 6 لغاية هنا، وعندي الجزء اللي فوق ده 2، يبقى كام؟ يبقى 10. يبقى 10، يبقى نصهم كام؟ نصهم 5. يبقى المسافة اللي هي بتاعت الاكس اكسس بتاعك على بعد 5. طب بالنسبة لمحور واي نفس النظام، هشوف المحور بتاعي اهو، وبعدين هشوف المسافة من هنا لهنا، واشوف المسافة من هنا لهنا. تمام. المسافة دي كام؟ انا عندي اهو دي كلها لغاية هنا 4، لغاية هنا 4، وعندي 2 7، يبقى 6، 1 7. هشوف الناحية التانية 1 و2 3، والمسافة دي 4 7، يبقى 7 شمال و7 يمين، يبقى ده برضه سيمتريك. يبقى أنا خلاص على كده أقدر أحدد المحاور بتاعتي وأنا عارف الأبعاد بتاعتها. أحط على بعد 7 من هنا لهنا، أحط على بعد 7 وأحط على بعد 5. تمام كده أنا حددت أول خطوة عندي اللي هي السي جي. تمام. هي أول خطوة لازم نبدأ بيها، سواء طلبها أو مطلبهاش كده كده هنبدأ بيها. تمام. الكلام ده اللي قلناه اهو، هو ده اللي احنا عملناه. عملنا المحاور بتاعتنا. تمام. محور الواي ومحور الاكس، شفنا اذا كان يقد يمين زي اللي على الشمال. ايوه. طب نفس المسافة، ايوه نفس المسافة، 7 من هنا لهنا و7 من هنا لهنا، يبقى ده خلاص سيمتريك حوالين الواي. طب بالنسبة لمحور اكس، المسافة من فوق لغاية أقصى نقطة 5، ومن تحت لغاية أوطى نقطة 5، يبقى ده على كده سيمتريك حوالين محور إكس، اللي فوق زي اللي تحت. تمام. دي أول خطوة. تاني خطوة أنا خلاص على كده عرفت، مادام حددت مكان السي جي يبقى إحنا عرفنا إن الإكس سي بتاعتنا بزيرو والواي سي بزيرو، اللي إحنا كنا بنطلعهم أصلا من الأول علشان خاطر نحدد مكان السي جي. والسي جي بتاعي انا بالفعل حددته اهو، اللي هو في النص هنا. هنيجي بعد كده تاني خطوه نبدا نقسم الشكل بتاع الاشكال انا اعرفها، ده سي جي. طيب ممكن نقسم الحته دي اهي، نقسمها مستطيل لوحده. تمام. واسميه مستطيل واحد، واسمي المستطيل الكبير ده اللي هو ده، واسميه مستطيل 2. تمام. اللي هو الكبير كله على بعضه، واجي عند الحته الثالثه دي التاني ده هنسميه مستطيل 2. واخد بالي ان مستطيل واحد زي مستطيل 2، الاتنين نفس الاريا والاتنين ليهم نفس الاي اكس، فبدل ما اجي اعمل ده مرة واعمل التاني مرة لوحديه هضرب في 2. خلي دي في بالك. واجي الشكل اللي هو المفرغ الصغير ده واسميه قطاع 4. كده الشكل بتاعي كان شكل معقد، شكل الريجولر غير منتظم. احنا عملنا ايه فيه؟ قسمناه الاشكال
احنا عارفين الاي اكس بتاعتها وعارفين فين السنتر بتاعها وهنقدر نتعامل معاها، اللي هم عبارة عن 4 اشكال، شكل واحد اهو اللي هو المستطيل تمام، وبعدين شكل 2 اللي هو المستطيل الكبير كله على بعضه تمام، وبعدين شكل 3 اللي هو المستطيل الصغير ده، وبعدين شكل 4 اللي هو ده اللي هو الفراغ، عبارة عن الفراغ بس تمام كده. انت عايز تقسمها بشكل تاني براحتك، بس هتاخد منك اريا اكبر. يعني في واحد يقول ممكن يا باشمهندس طيب ناخد المستطيل ده كله على بعضيه ونسميه مستطيل واحد، السيشن هيفصل ماشي، اما يفصل الناس تدخل على نفس اللينك مرة تانية ماشي، قدامه اقل من دقيقة وهيفصل، وناخد الاريا التانية ناخدها كلها على بعضها ونسميها اريا 2، يبقى انت على كده زودت معاك اشكال تاني، بقى الحتة الصغيرة دي لوحديها مستطيل والتاني ده مستطيل، يبقى عندي 1 2 3 4 5، الاتنين في الاخر هيدوك نفس الناتج مفيش مشكلة، بس انت زودت لود عليك وزودت شغل اكتر حل اكتر، فانت من الاول قسم الحاجة اللي هي اللي هتريحك انت، ما تطلعش معاك اكتر من شكل، اهو شكل 1 وشكل 2 اللي هو ده عشان الاتنين زي بعض، شكل 3 المستطيل للتوتال، شكل 4 اللي هو الجزء المفرغ تمام. في مشكلة في أي حاجة على كده يا شباب ولا تمام؟ في اي مشكلة على كده في اي حاجة؟ الدنيا تمام لغاية دلوقتي؟ لا الكورس على فكرة مش صعب، الكورس ده سهل جدا، كله بيتكلم على السكشن بروبرتيز، الجزء الجديد اللي هناخده ده اللي هو الستريس ديستريبيوشن مش صعب، كله على نفس النمط ده، لو انت مشيت الحاجة وانت عارف رتبت افكارك في دماغك وعارف هتعمل ايه بالظبط هتلاقي الدنيا سهلة، سيستماتيك كلها ما فيهاش افكار. استنى بس دقيقة ولا حاجة لغاية ما باقي الناس تدخل. باشمهندس معلش انا عندي سؤال، هو السيمترية اللي هو يعني مثلا المستطيل اللي فوق لما حضرتك قسمته المستطيل اللي تحت على الشمال، انا ممكن احطهم في مسمى واحد يعني مثلا اي اكس 1 و4 ويطلعوا نفس الناتج في الاخر انت بدل بتتكلم ما عن احلها المستطيل مرتين؟ ده والمستطيل ده صح؟ ايوه ده واللي فوق اللي على اليمين اللي شبه بعض اللي فيهم تشابه، تمام احلهم حل واحد يعني مثلا احلهم في حل واحد يعني ما احلش تمام. الاثنين مع بعض هتقسمه ده اكس يعني واي 1 انت وده اكس هتقسمه واي 1 الاول كده كده نفس هتبين لك الناتج انت صح؟ فاهم، لكن هو بالفعل حل واحد، يعني انت لما تيجي تطلع الاي اكس ولا حاجه هتقول 2، هتقول 2 مضروبة في الاريا بتاعت الكلام ده مضروبة في بي اتش بالظبط تكعيب على 12، انت هتعمل كده تمام فعلا، تمام لكن في التسمية سميهم تمام ماشي ماشي يا فندم. هنيجي. طيب اول حاجة قلنا هنعملها ان احنا هنحدد مكان السنترويد فين، حددنا مكان السنترويد فين يبقى اول انديكيشن كده في بالك ان هو الاكس زيرو الاكس سي الاكس سنترويد هتساوي زيرو والواي سنترويد هتساوي زيرو، هنبدا نطلع الاي اكس تمام. الاي اكس بتاعتنا كانت عباره عن ايه القانون بتاعها لو حد فاكر؟ القانون كان بيقول اي اكس بتاعت الشكل تمام زائد الاريا بتاعت الشكل مضروبه في دلتا واي تربيع تمام. تعال نشوف الكلام ده، نمسك شكل ونشوف هنطلعهم ازاي. خليكم فاكرين القانون بيقول اي اكس بتاعت الشكل زائد الاريا مضروبه في الدلتا واي تربيع، الدلتا واي تربيع دي اللي هي كنا بنقول الواي واحد ناقص الواي سي،
او المسافة من سنتر الشكل لغاية السنتر الحقيقي، تمام؟ طب لو مسكنا شكل واحد وشكل اتنين، الاتنين مبدئيا زي بعض، ما يفرقوش حاجة عن بعض، صح؟ نفس الطول بنفس الارتفاع بنفس كل حاجة. فهنقول لما نيجي نطلع ال i x بالنسبة لشكل واحد واتنين، هنقول اتنين مضروبة في ال i x بتاعتهم. ال i x بتاعتهم اللي هي عبارة عن موازي في عمود تكعيب على 12، هيبقى كام؟ 4 في 2 تكعيب على 12 زائد الاريا بتاعته اللي هي عبارة عن 4 في 2 مضروبة في المسافة من السنتر للسنتر. مين يقدر يقول لي المسافة دي كام على كده؟ الدلتا واي كام هنا؟ 2.5، 3.5، 5؟ لا، ليه؟ المسافة من 3.5. السنتر الشكل لغاية السجيل الأصلي، السجل الأصلي اللي هو اللي أنا اسمه باللون السيان ده، المحاولة الأصلية. إحنا بنجيب دلوقتي بنقول في دلتا واي، عايزين المسافة الرأسية. المسافة من سنتر الشكل لغاية محور إكس الأصلي كام؟ يعني بحسب عن شكل واحد. 5 و7 يا باشمهندس، هتكون 7 عند محور واي 4. وخمسة عند، هي 4. ليه 4؟ تمام، أنا مش 4 عندي دي 2. 1 و3. اه بالظبط، انا عندي دي 2، عندي دي كلها 5. حلو، انا عايز من السنتر يبقى كام؟ يبقى على كده هطرح 1 من 5 اللي هي دي، اللي هو الطول ده، الطول ده كله عندي 5. يبقى المسافة من السنتر للسنتر اللي انا عايزها عبارة عن 4، تمام؟ يبقى على كده هنطلع، قلنا هنطلع ال i x بتاعت كل شكل على حدة لوحديه. يبقى بالنسبة لشكل واحد الاريا واحد، دي عبارة عن هقول 2 لان عندي اللي فوق ده زي اللي تحت، فهقول 2 مضروبة في ال i x بتاعت شكل واحد اللي هي عبارة عن موازي في عمودي تكعيب، الموازي 4، الموازي المحور x ما دام بنطلع i x في العمودي اللي هو 2 تكعيب على 12 زائد الاريا بتاعت الشكل اللي هي عبارة عن 4 الطول في العرض، 4 في 2 تمام، مضروبة في الدلتا واي تربيع. الدلتا واي تربيع، الناس ركز، الدلتا واي تربيع دي المسافة من السنتر بتاع الشكل اللي انا بحسب له لغاية المحور الاصلي. يبقى المسافة دي كام؟ المسافة دي كلها انا عندي دي كلها 2، وعندي دي من هنا لهنا 3. يبقى نص المسافة اللي انا عايزها عبارة عن 1 زائد 3 يعني 4، تمام؟ تعال نشوفها. يبقى هو ال i x بتساوي 2 مضروبة في ال i x بتاعت الشكل اللي هي عبارة عن 4 في 2 تكعيب موازي في عمودي تكعيب على 12 زائد ال area اللي هي 4 في 2 مضروبة في 4 اللي هي عبارة كان عن الدلتا y تربيع. ده انا على كده جبت ال i x بتاعت شكل واحد وشكل اتنين. احنا الاي اكس اللي بنطلعها بنطلع اي اكس للاشكال كلها، وقسمناها من الاول عشان انا عارف ان هو المستطيل الاي اكس بتاعته بي اتش تكعيب على 12. هنيجي نطلع الاي اكس بتاعت شكل 2، شكل 3. شكل 3 اللي هو المستطيل ده كله، المستطيل الكبير ده احنا مسمينه من الاول ان هو ده مستطيل 3 اللي هو ده. يبقى احنا بنقول بي اتش تكعيب على 12 مين يقول لي الاي اكس بتاعته تساوي كام؟ بس هيبقى في ماينس هنا لل، لا لا، ما ده شكل، ده هنطرحه في الاخر. اما نيجي نحسب الاي اكس بتاعت الشكل 4 هنقول ناقص، ماشي؟ لكن كل شكل انا واخد الشكل ده واخده كتوتال، هيبقى 3 و5 يا باشمهندس. ايه 3 و5؟ 3 من عند المحور ال x و5 من المحور i ال y. ماشي، كله على بعضه، ال i x بتاعته كلها على بعض، هي بتقول ال i x زائد ال area مضروبة في الدلتا y. ال i x مبدئيا بتاعته اللي هي بتساوي كام؟ موازي في عمودي تكعيب. الموازي هنا كام؟ الموازي زيرو. كام؟ الموازي، الموازي الطول، الموازي موازي ستة. عندي اهي دي 2 ودي 2 ودي 2، يبقى 6. ال i x بنقول موازي في عمودي تكعيب i x، يبقى احنا بنطلع الموازي المحور x. الموازي المحور x طلع الموازي في الشكل 3 هو ده، هو ده
تمام. اللي هو طوله كام؟ اللي هو طوله 6 تمام، 2 و2 و2 في عمودي تكعيب. العمودي كام هنا بتاع الشكل ده بتاع المستطيل ده؟ العمودي كام؟ 10. العمودي 10. يبقى على كده 6 × 10 تكعيب على 12 زائد الاريا بتاعت الشكل ده اللي هي 6 × 10 مضروبة في الدلتا واي. مين يقول لي الدلتا واي هنا بكام؟ اللي هيقول هياخد بونص. مين اللي المفروض زيرو؟ مين بيوسوس نفسه يا شباب؟ هنا عشان المستطيل سيمتريك، هو هنا عشان المستطيل سيمتريك فحضرتك بتقول زيرو في بداية الشرح. بالظبط بزيرو. ما احنا بنقول ايه؟ المسافة من سنتر الشكل لغاية المحور بتاعي. طب سنتر الشكل بتاع 3 هو أصلا في النص تمام؟ هو أصلا هنا، فما فيش مسافة ما بينه وما بين محور اكس، تبقى بزيرو تمام؟ تمام. ماشي. يبقى على كده هيبقى عندي اهو اللي هو الشكل التاني، الشكل التالت موازي في عمودي تكعيب تمام؟ 6 × 10 تكعيب على 12 زائد الاريا اللي هي 6 × 10 مضروبة في الدلتا واي زيرو. قلنا ليه زيرو؟ عشان خاطر ما فيش مسافة أصلا، ما فيش مسافة ما بين سنتر الشكل والمحور إكس، المسافة اللي واي دي منعدمة بزيرو تمام. هنيجي للشكل الرابع. الشكل الرابع أول حاجة تكون أنت عارفها بخصوصه إن هو هيبقى بالماينس، يعني إحنا الكلام ده كله زائد. بنقول الأريا بتاعت شكل واحد وشكل اتنين، عشان كده ضربنا في اتنين. بعدين قلنا زائد تمام، لكن هنيجي بالنسبة للشكل الرابع ده ناقص، عشان الشكل ده قلنا شكل مفرغ. فيبقى الاريا الاي اكس بتاعته تساوي كام؟ موازي اللي هو 2 في عمودي، تكعيب. العمودي اللي هو 6، يبقى 2 × 6 تكعيب على 12 زائد الاريا 6 × 2 مضروبة في الدلتا واي. مين يقول لي الدلتا واي هنا بكام؟ الشكل الرابع برضه بزيرو. برضه بزيرو صح. ما هو السنتر. طيب معلش حضرتك بتقول تاني، معلش اللي هي دي اتش باور 3 على 12 هي حاجه يعني البي كام والاتش كام؟ معلش تمام. اما تيجي تحسب الاي اكس تمام، اما بنيجي نحسب الاي اكس بتاعت شكل بنقول موازي في عمود التكعيب. يعني ايه موازي؟ يعني انت هتشوف انت دلوقتي بتجيب الاي اكس اللي هي حوالين محور اكس، فيبقى الموازي هتشوف مين الضلع الموازي للمحور اللي انت بتجيب له. انا دلوقتي بجيب اي اكس، الضلع الموازي ليه هو ده. طب ده طوله كام؟ 2. طب مين العمودي عليه؟ هو الطول ده اللي هو طوله كام؟ على كده ارتفاعه كام؟ 6. يبقى على كده 2 × 6 تكعيب على 12 زائد الاريا اللي هي 2 × 6 مضروبة في الدلتا واي. الدلتا واي دي عبارة عن مسافة من السنتر بتاع الشكل لغاية السنتر اللي هو بتاع الاكس. طب هو سنتر الشكل وهو السنتر نفسه بتاعي، يبقى على كده المسافة دي بزيرو لأن هي منطبقة عليها تمام. اهي يبقى الناقص، ما تنساش الناقص، ما دام عندك حاجة مفرغة ما تنساش الإشارة النيجاتيف. يبقى عندي 2 × 6 تكعيب على 12 زائد 6 × 2 اللي هي الأريا مضروبة في الزيرو اللي هي الدلتا واي. جمع الكلام ده واليونت بتاعته سنتيمتر أس 4. هنيجي للأي واي. أنت طلعت واحدة منهم التانية بمنتهى السهولة هتطلع. الاي واي موازي في عمودي تكعيب بس العكس، يعني دي 4 × 2 تكعيب، دي تبقى 2 × 4 تكعيب. دي 6 × 10 دي تبقى 10 × 6. 2 × 6 تبقى 6 × 2 تمام. ليه؟ لان احنا بنقول الموازي في العمودي تكعيب. فما نيجي نطلع الموازي اللي هو بتاع شكل واحد وشكل اتنين، فين الموازي المحور واي؟ احنا دلوقتي بنحسب عند واي. الموازي المحور واي هو الطول ده، يبقى على كده موازي 2 × عمودي اللي هو 4 تكعيب. 2 × 4 تكعيب بالنسبة لو انت هتحسب الاي واي، 2 × 4 تكعيب على 12 زائد الاريا اللي هي 4 × 2 مضروبة في الدلتا اكس. الدلتا اكس على كده كام؟ البعد هنا 2 و2 و1 5، هيبقى 5. 5. انا عندي نص الشكل اللي انا بحسب عنده اهو. طب انا بجيب المسافه الدلتا اكس دي بتعبر عن ايه؟ المسافه اللي هي ما دام بنقول اكس يبقى دي احنا بنقصد بيها مسافه افقيه تمام.
الدلتا اكس عبارة عن مسافة من سنتر الشكل، سنتر الشكل بتاعي اهو، لغاية محور واي، عشان خاطر دي مسافة افقية، فلغاية محور واي اللي هو الاصلي. المسافة دي عبارة عن كام؟ عندي اهو نص المسافة دي، 1 + 2 + 2 يبقى 5. 2 اللي هي نص المسافة دي اللي هو الشكل ده 4 + 2 + 1 يبقى المسافة الدلتا بتاعتي 5. تمام؟ واللخبط بس في الشكل ده ان هو عشان التناسب، بس اللي هي الاربعة تحس ان هي اصغر من الاثنين، مقاسات يعني. عشان كده انا كل شوية اقعد اقول لا مش المقاس ده مش صح، عشان بس دي الاربعة تحس ان هي قد الاثنين تلات اربعة، فبتديني بس ان انا مش عارف في المسألة كرسمة. خليك مع الـ مع الـ مع المكتب، بس عشان كده بتلخبط. بس كان بنيجي نقول حاجة لا بقى. بص على المكتب في الدايمنشن، هي ودي واخده سكيل اكبر من الثانيه. ماشي، هنيجي بعد كده عايزين نحسب. احنا على كده حسبنا شكل 1 وشكل 2. شكل 3 نفس النظام، موازي في عمود تكعيب. هشوف الموازي المحور واي. الموازي المحور واي هو الطول ده اللي هو كان كام؟ اللي هو 10. في العمودي عليه اللي هو كام؟ 6. 2 و2 و2 يبقى 10 × 6 تكعيب على 12 زائد الاريا اللي هي عبارة عن 6 × 10، ده مستطيل مضروب في المسافة من السنتر للسنتر. مين يقول لي المسافة هنا كام؟ نفس الكلام زيرو. زيرو، ما تقول على طول هي بزيرو فعلا، ما فيش مسافة. ما انا اهو السنتر بتاعي اهو، وسنتر الشكل منطبق على نفس السنتر، يبقى خلاص المسافة بزيرو على طول. تمام. يبقى المسافة برضو بزيرو، 10 × 6 تكعيب على 12. طب هنيجي لاخر شكل عندي، الشكل اللي هو الصغير ده المفرغ. منساش اخد الاشارة بتاعته، اخدها نيجاتيف من بره خالص، وهنقول ايه؟ موازي في عمود التكعيب. الموازي المحور واي اللي هو الطول ده اللي هو كام؟ 6. في العمودي اللي هو 2، يبقى 6 × 2 تكعيب على 12 زاد الاريا بتاعته اللي هي عبارة عن 6 × 2 مضروبة في الدلتا واي، في الدلتا اكس تربيع. الدلتا اكس بتاعته بكام؟ زيرو. كده انت فهمت الدنيا، برضو بزيرو. وطلع الاي واي. هنيجي بعد كده نطلع الاي اكس واي توتال اللي هو عايزها. تمام، الاي اكس واي توتال، عشان خاطر القانون اللي هو بتاع الاي يو في الاي اكس واي، فاحنا محتاجين نطلع الاي اكس واي بتاعت الشكل كله على بعضيه عشان اقدر في الاخر اطلع المطلوب اللي هو عايزه اللي هو اسمه برينسيبال اكسس. فهنيجي تاني خطوه بعد ما نطلع الاي اكس، هنطلع الاي اكس واي. كل الاشكال اللي عندي القانون الجنرال بتاعي هو ده. تمام، الاي اكس واي توتال بتساوي السيجما بتاعت الاي اكس واي، تمام، الكل شكل زائد الاريا مضروبة في الدلتا اكس مضروبة في الدلتا واي. طب انا كل الاشكال عندي كلها مستطيل، كلها اشكال ريجولر. مش احنا قلنا ان هو كل الاشكال الريجولر اللي عندنا كلها الاي اكس واي بتاعتها بزيرو؟ قلنا كده، بس ما مش معنى كده اللي هي الاي اكس واي توتال. شايفين في حاجة اسمها اي اكس واي توتال، وفي بعد كده اي اكس واي بتاعت كل شكل. تمام، الاي اكس واي بتاعت اللي هي كل شكل لو كان الاشكال بتاعتنا اشكال ريجولر، اشكال مستطيل او مثلث او نصف دايره او دايره، الاي اكس واي بتاعتها زيرو. فهيتبقى لي الترم ده، يبقى الاي اكس واي توتال بتاعتي سيجما الاريا بتاعت كل شكل في الدلتا اكس بتاعت كل شكل في الدلتا واي. فاهمين حاجه؟ يعني يا باشمهندس، يعني الكلام ده ينطبق على الشكل اللي احنا شغالين عليه؟ ايوه. عندي الاشكال عندي كلها اشكال الاي اكس واي الدبره بتاعتها مختلفه. الاي اكس واي هبدا اطلع الاي اكس واي بتاعت كل شكل لوحديه على حده. طب الاي اكس واي بتاعت الاشكال الاي اكس واي بتاعت الاشكال كلها اللي عندي كلها مستطيل، يبقى الاي اكس واي بزيرو. يبقى هتبقى لي ايه من القانون؟ انا بقول لك هو ده القانون بتاع الجنرال، هو ده. تمام، ده
تمام، انا فاهم قصد حضرتك يا باشمهندس. يعني انا مش هاخد، مش هشتغل على بناء على اللي انا طلعته في المساله فوق اللي هو الاي اكس والاي واي. لا لا، اصل انا طلعت دي مسكين اسمها اي مستطيل اكس واي. طلعوا معايا 2 بزيرو وواحد، والاثنين التانيين طلعوا معايا باربعه واثنين وخمسه، تمام كده؟ احنا ما طلعناش اي اكس واي قبل كده، احنا كل اللي طلعناه لغايه دلوقتي الاي اكس والاي واي، ما طلعناش اي اكس واي. لا تمام ماشي تمام. الاي اكس دي حاجه والاي واي دي الحاجه، والاي اكس واي دي حاجه تانية اسمها ميكسد. تمام تمام دي انت تمام تراجع مره تانية تذاكر، هتقدر تفرق ما بينهم. هنيجي هنا الاي اكس واي، يبقى هي عباره عن سيجما الاي اكس واي بتاعت كل شكل. اجي عند الحته دي واقف هشوف الاشكال اللي عندي. انا كده كده اصلا الاشكال اللي عندي انا بقسمها الاشكال من الاول، اشكال ريجولار، اشكال انا اعرفها عشان اعرف احل المساله. فبالتالي انت هتلاقي الترم ده عندك دايما ملغي، لانك انت اصلا من الاول مقسم الاشكال بتاعتك الاشكال ايه؟ الاشكال ريجولار، اشكال كلها انت عارفها، مستطيل او دايره او مثلث او نصف دايره. فانت على كده القانون بتاعك اللي هتبقى لك بتاع الاي اكس واي عباره عن سيجما الاريا مضروبه في الدلتا اكس مضروبه في الدلتا واي. تمام كده؟ تمام. تعالوا نشوف بقى الكلام ده. تعالوا نمسك كده شكل شكل ونطلعه له سيجما اكس واي. قلنا خلاص دلوقتي الاكس اس الاكس واي الاي اكس واي اللي احنا بنطلعها دي عباره عن اريا الشكل مضروب في الدلتا اكس بتاعته في الدلتا واي. مين يقول لي الاي اكس واي بتاعت شكل واحد على كده هتبقى كام؟ زيرو. لا انا بتكلم عن التوتال، هتبقى 4 و5. ده عارفين ان هو زيرو. تمام، احنا قلنا ان هو ده القانون اللي هنشتغل عليه في الاشكال الريجولار. تمام، الاريا في الدلتا اكس في الدلتا واي بالنسبه لشكل واحد. تمام، الاريا في الدلتا اكس في الدلتا واي تساوي كام؟ الاول هنجيب الاريا اللي هي 4 في 2. تمام، في الدلتا اكس وبعدين الدلتا اكس هتبقى 4 والدلتا واي هتبقى 5. بالظبط، تعالوا نشيك على الكلام ده. الدلتا اكس من نص الشكل لغايه السي جي او لغايه محور واي، المسافه دي كام؟ عندي 1 2 يبقى 3 ونص ل4 اللي هي 2 يبقى 5. يبقى كده المسافه دي عندي اللي هي 5. تمام، اللي هي الدلتا اكس. طب بالنسبه للدلتا واي هي المسافه دي هتبقى كام؟ 1 و1 اللي هي 4. 4. يبقى على كده الاي اكس واي بتاعت شكل واحد بس هتساوي كام؟ الاريا اللي هي 8 مضروبه في 5 مضروبه في 4. في مشكله على كده في حاجه؟ ايه، هتبقى مرتين بقى يبقى. لا ما هتبقاش مرتين، هنشوف. هنيجي هنا هي 8 في 5 في 4، ده بالنسبه لشكل واحد. طب بالنسبه لشكل 2 الدلتا اكس بتاعته والدلتا واي بتاعته بالماينس عشان خاطر ان هو ده واقع في ربع سالب. تمام، هنا لنا دعوه بالبروم. في الاي اكس واي بس. تمام، يبقى على كده هتبقى نفس الكلام اللي هو بتاع واحد، بس هاجي هنا المسافات دي نيجاتيف كلها تحت، فهتبقى نيجاتيف. يبقى عندي المسافه من سنتر الشكل لغايه السي جي اللي هي هتبقى كام؟ عندي دي نصها اهي المسافه، من احنا عايزين المسافه من هنا لهنا. تمام، المسافه دي اللي هي كام؟ عندي دي 1 وعندي نص دي 3 يبقى ماينس 4. تمام، وعايزين المسافه من سنتر الشكل هنا لغايه السي جي اللي هي هتبقى كام؟ عندي 2 و2 4 1 5. انت هو كده انا عارف ان هو سيمتري، لازم اللي هي الدلتا اكس بتاعت الفوق هي الدلتا اكس بتاعت اللي تحت على الشمال. تمام، فهتبقى نفس الكلام اللي هو بتاع شكل واحد، بس هتبقى الفرق ان الاشارات دي اشارات نيجاتيف. هو بتاع شكل واحد، شكل اتنين هو لانه ده انتي سيمتريك، بس الاشارات هتبقى معايا نيجاتيف. تمام، لان الاتنين مش على ناحيه واحده، لازم هنا اوضح اللي هي النقطه اللي هي بتاعت الانتي سيمتريك ده في ناحيه وده في ناحيه. تمام، هنيجي بعد كده شكل 3.
مين يقول لي شكل 3 لو اي اكس واي بتاعته كام؟ باشمهندس ما هو كده كده اشاره يعني سالب في سالب ما انا عارف، ما انا عارف ان هي كده كده بوزيتيف اصلا، بس بقول لك لازم توضحها يعني. هيبقى الاله بتاعتها لو غلطت في الاشارات هيبقى هيبقى واحد، هتبقى صح برضه. ايه الدنيا بقى؟ الاي اكس واي مش كده باشمهندس، هي مش ممكن تبقى واحدة فيهم بس سالب أو التانية موجب لو في ربع مختلف؟ لا لا يعني بقى في كل ربع لازم بشوف ايه سالب وايه موجب؟ لا لا، هو لازم هتطلع بالشكل ده، اصل احنا بنشوف المستطيل كله، فانت الحالة اللي انت بتتكلمي عنها يبقى احنا على كده محتاجين السنترويد يكون هنا اللي هو بتاع الاكس، نصه فوق ونصه تحت، مش هتنفع، فاهماني؟ كله اصلا مستطيل، كل اللي انا بحسب عنده اصلا كله تحت، ما هيبقاش جزء منه لو فوق وجزء منه تحت. ده تحت برضو بس الناحية التانية يعني على الجنب التاني، بس الجنب تحت. التاني لا بوزيتيف، واحد فيهم سالب واحد موجب. لا هما الاتنين برضو بوزيتيف لان هما الاتنين على ناحية واحدة، مفيش انتي سيمتريك فيهم، مفيش واحدة والميرور بتاعها العكس عكسها الناحية التانية، احنا حطيناها نيجاتيف عشان هي فعليا عكسها، فاهمة؟ لك لو الاثنين على نفس الناحية بوزيتيف يعني مالهاش دعوة بمحور اكس ومحور واي؟ لا عشان خاطر انتي سيمتريك، تمام؟ هتيجي هنلاقي في البعدين في الباقيين هتلاقينا ما واخدينش بالنيجاتيف، هتقولي اشمعنى؟ ماشي؟ فنتكلم بس ان هو ده عشان خاطر انتي سيمتريك. فهنيجي بالنسبة لشكل ثلاثة، مين يقول لي الاي اكس والاي اكس واي بتاعته بكام؟ الاريا يبقى على 10 في 6 تمام، والدلتا اكس والدلتا واي ما فيش بقى، يبقى كله ما فيش. طب بالنسبه لشكل اربعه، الاربعه يبقى الاثنين في كام ده؟ سته تمام، اتنين في سته وبرده الزيروهات زي الشكل برده زيرو بالظبط، ما عنديش حاجه، بس اخد بالي من حاجه واحده بس اللي هي النيجاتيف، ان عشان ده شكل مفرغ، يبقى انا على كده الترم ده كله اصلا عندي هيطير تمام، والترم التاني ده كله هيطير، لان احنا بنقول الاريا مضروبه في الدلتا اكس مضروبه في الدلتا واي. طب الدلتا اكس والدلتا واي اصلا بزيرو، يبقى الترم ده كله بزيرو، يبقى هتبقى اقل على كده اللي هي 8 في 5 في 4 في 2 او زائد 8 في 5 في 4 هي اللي هي هتبقى 320. في مشكله على كده في حاجه؟ يبقى الناس تركز، الناس المفروض تكون جمعته في حكايه الاي اكس واي، ان احنا اصلا انا عارف وانتوا عارفين ان احنا المبدا اللي احنا ماشيين عليه اللي هو لو شكل عندي معقد هبدا اقسمه لاشكال ريجولار، يبقى انا القانون اللي فوق ده ما يلزمنيش، ان انا كده ما كده يعني القانون ده بتاع اشكال الريجولار، اشكال غير منتظمه. طب انا اصلا بحل المساله على مبدا ان انا اقسمها لاشكال منتظمه، يبقى القانون اللي هيكمل معايا هو القانون ده، لانك انت دايما دايما ولازم تعمل كده، لازم تطلع لازم تقسم الاشكال اللي عندك الى اشكال منتظمه، مستطيل او دايره او نصف دايره او مثلث، فانت كده كده اول جزء ده هيكون طاير، فدايما هتلاقي ان هو متبقي لك اللي هو اللي تحت ده، تمام؟ اللي هو ده سيجما الاريا في الدلتا اكس في الدلتا واي الكل شكل، هنشوف الاريا بتاعت الشكل وبعدين هنشوف دلتا اكس اللي هي المسافة من سنتر الشكل لغاية محور واي، وبعدين هنضربها في دلتا واي اللي هي المسافة من سنتر الشكل لغاية محور اكس محاولة اصلية. في مشكلة على كده في اي حاجة؟ واحنا نعتبر كده واقفين مع المحاضرة ولا ايوه اصل احنا كنا بناخد شكل كده عامل زي حرف ال V اسمه نيو متهيألي، وحرف عامل زي ال M اللي هي سيجما دي في في اتش على بي اتش. ما هي بص هنا هي نفس القوانين بالظبط، بس المنهجية نفسها منهجية قديمة اللي هي بتاعت الدكتور، لكن اللي هو اولد سكول، لكن ما احنا كده هنتلخبط ما بين لا لا عايز انت فاهم الرموز دي اشتغل عليها ماشي، مش هتفرق اي حاجة، الحاجات اللي بديها ليك دي تقدر تحل بيها اي مسألة في الشيت او يعني اي مسألة. النيو دي ايه هنا معلش؟ في الايه؟ النيو اللي هي حرف الفي اللي هو عامل زي الفي بس في، ما انا بقول لك هو اكيد بيتكلم على برنسبل اكيد اللي هي الاي يو والاي في، الاي يو اللي هي الماكسيموم والاي في اللي هي المينيموم،
هي نفس القوانين. انا بقول لك بدل مثلا ما انا بسمي الحاجه مسميها اكس سي اللي هي المسافه الافقيه لغايه السنترويد، هتلاقي مثلا دكتور مسميها دي داش، المسافه اللي هي الراسيه هتلاقيه مسميها دي. فانت ايوه انت دي ممكن دي ممكن دي الكلام ده يلخبطك، دي دي داش. طب انا هخلي المسافه الافقيه اسميها اكس، وانا عايز المسافه السنتر فاسميها اكس سي اكس سنترويد، المسافه لغايه الواي اللي هي المسافه الراسيه اسميها واي. فانت انت براحتك، عايز انت ما مثلا لا تمشي معايا ولا تمشي مع الدكتور، تعمل الرمز تعمله ايه وتعمله بي براحتك، دي مجرد رموز. تمام. هي نيو دي اللي هي الديستنس، مش عارف بتقلي الديستنس في اريا على الاريا، دينس ديستنس في اريا على اريا. دي سيجما الاول، دي بي اتش، بي في اتش اللي هي الاريا على بي في اتش برضه. انا مش عارف القانون ده فين هنا كده. ما علينا، لو لقيت اي مشكلة في اي وانت بتحل اي مثال ما عرفتش تحل حاجة يبقى ارجع لي. تمام. لكن الحاجات دي هي الستبس اللي هي بتاعت حل اي مسألة. بس انا بقول لك اللي هي على كده سمبليفاي، طريقة مبسطة. عايز تحل بالطريقة دي وتحل بطريقة الدكتور وتشوف النواتج، الاتنين هيطلعوا صح. انا بقول لك بس الفرق في الرموز والمسميات نفسها، لكن هو طبعا مش هنخترع استراكشر جديد، هو البيزك بتاع الاستراكشر واحد. تمام. لكن اي طريقة نحل بيها عادي، الدكتور مش هيعمل لنا مشكلة او هيقول لنا لا لازم نحل بطريقته او اي حاجة. لا لا ماشي. تمام كده احنا طلعنا الاي اكس واي، هنيجي بعد كده عايزين نطلع مين؟ عايزين نطلع الاي يو والاي في اللي هما القوانين بتاعتهم اهي. قلنا قانون نفس القانون للاتنين، بس هنا هاخده بوزيتيف لو انا بطلع الاي يو ماكسيمم، واخده نيجاتيف لو انا بطلع الاي في، لكن نفس القانون واحد. حلو. احنا خلاص دلوقتي طلعنا الاي اكس واي بتاعت الشكل كله، هنيجي نبدا نطبق عادي في القانون. يبقى عندي هتسيبهم، اقول لك حاجه طريقه وهتكون اسهل ليك وهتوفر معاك وقت برضو. هحط القانون زي ما هو بوزيتيف ونيجاتيف لغايه ما اطلع النواتج. يعني هنا الاي اكس احنا كنا مطلعين 725 زائد الاي واي على الاثنين، هسيب بوزيتيف ونيجاتيف زي ما هما واحط تحت الجذر. اما تيجي تحسب عشان ما تتلخبطش وما تطلعش معاك نواتج مختلفه، ما تاخدش دي مره بوزيتيف في القانون ومره نيجاتيف. يعني طلع الترم ده لوحديه زي ما انا عامل كده، طلع الترم ده لوحدين كناتج، وطلع الترم الثاني ده لوحديه كناتج. ماشي. ان في ناس هتلاقي ممكن تلاقي الارقام معاها هتتلخبط هتغلط. فاحنا طلعنا الترم ده اللي هو 661، ونطلع الترم ده لوحديه اللي هو 326، وبرده بوزيتيف او نيجاتيف زي ما هما. فهنيجي عند الاي يو ماكسيمم، هبدا اغير الاشارات، هاخد دي مره بوزيتيف ونفس الكلام اخده مره نيجاتيف، عشان تتاكد بس ان النواتج في الاخر ما هيطلعش معاك فيها ايرور من الحاسبه. صوت قطع. تمام. في مشكلة في حاجة على كده؟ لا. هي اليونت ايه؟ سنتيمتر. سنتيمتر اس 4. هنيجي بعد كده نطلع الزاوية اللي هي تان 2 سيتا تساوي نيجاتيف 2 اي اكس واي على الاي اكس ناقص الاي واي. برضه نفس الكلام، ما تعملهاش توتال على الآلة حاسبة. تمام؟ سيبها، طلع الناتج ده كله لوحديه، طلعه لوحديه. يعني هيبقى عندي تان 2 سيتا هتساوي ماينس 5، ماينس 5 اللي هي ناتج البسط على المقام. تمام. بعد ما اطلع اتنين ايه بقى، انا خلاص كده عندي تان 2 سيتا تساوي الكلام ده، اعمل شيفت تان السالب 5. تمام. هتطلع على كده ان الاتنين سيتا تساوي 78، اقسم الكلام ده اقسمه على 2، 78 اقسمها على 2، طلعت السيتا الواحده معايا. ايوه كده احنا خلصنا البروبرتيز بالكامل. لو جت طيب كده شابتر 1 الايه كده كده وكده ده مغطي شابتر 1 وشيت 1 وشيت 2 بالكامل، مش هتلاقي اي حاجه خارجه فيهم. بالعكس الامثله اللي احنا قلناها دي يعني تعتبر معقده بالنسبه لمسائل الشيت، مسائل الشيت خفيفه. تمام. قال لك هات الراديوس اوف جيريشن والكلام ده لو زود عليك مطلوب ولا حاجه، ف
فانت عارف القانون بتاعه، الاريا بتاعت كل شكل مضروبه في المسافه في الواي من سنتر الشكل لغايه السي جي. في مشكله على كده في اي حاجه؟ معلش يا باشمهندس، عندي سؤال. ليه؟ عندي سؤال معلش. اه هو دلوقتي انا في اي سيكشن انا باخد المحور الاكس والواي في السنتر بتاع السيكشن، تمام؟ يعني مثلا لو في تي سيكشن انا باخد الاكس والواي في السنتر، صح؟ اه كملي. تمام. الدكتور بقى كان بيقول، يعني كان في حاجة بيقولها في الليكتشر لما يجي يقول المسافة ما بين السنتر بتاع الشكل والجزء اللي فوق والسنتر بتاع الشكل والجزء اللي على اليمين، يعني كان في حاجة كده بيعملها غير اللي احنا بنعمله هنا. هي اللي انا قلتها. بصي، اول حاجة هنبدأ نرسم السنتر بتاعي، تمام؟ انا دلوقتي ده سنتر بالنسبة ليا وهمية الدراسة، بس حالة السيمترية اول حاجه هنعملها، هنشوف الجزء اللي فوق زي الجزء اللي تحت ولا لا بالنسبه للشكل. يعني سيمتريك معاني اكسس الايه، اشوفه هو سيمتريك معاني اكسس والتاني اعمله واحد. دي اول خطوه، اللي فوق زي اللي تحت لا، يبقى ده على كده ان سيمتريك اباوت اكس. طب بالنسبه للمحور واي، اللي على اليمين زي اللي على الشمال، ايوه يبقى تمام. واجي لغايه هنا، ده لسه انا ما اتاكدتش اذا كان سيمتريك حوالين الواي ولا لا، تمام؟ مبدئيا من الشكل هو سيمتريك، فهنيجي نعمل ايه اللي انت بتتكلمي فيه؟ هشوف القطعه دي، الحته دي هل قد الحته الثانيه ولا لا؟ هشوف لا المسافه دي. اللي انا اقصده ان حضرتك شايف الضلع اللي فوق ده اللي هو بتاع الفي اللي فوق، الدكتور كان بيقول المسافه بتاعت يعني المسافه ما بين السنتر بتاع اي شكل والضلع الجزء اللي فوق ده او حاجه، يعني السنترويد بتاع السنتر بتاع الشكل كان المسافه ما بين الشكل لغايه هنا العلوي، المسافه من هنا لهنا ولا المسافه الراسيه كده يعني من الرأسية. سنتر الشكل مالها؟ هل دي ليها، يعني كان بياخد الجزء الافقي اللي فوق ده ويقيس المسافه الراسيه ما بين كل سنتر، يعني ما بينه وما بين السناتر، ما بين هنا وما بين هنا، صح؟ وما بين هنا وهنا، لا ما بين اخر واحده دي تقريبا. ماشي، هي ما انا لو ما هو المسافه لو من السنتر للسنتر مظبوطه من كل ناحيه هيبقى برضو سيمتريك. ما هي عايزه تحسبي المسافه التوتال دي لغايه هنا لغايه هنا، ده تشيك على السيمتريه. يعني مبدئيا قلت ان هو سيمتريك اباوت واي، لكن هعمل تشيك تاني بالمسافات. عايز انت تشوف المسافه، تشوف المسافات من السنتر للسنتر كده من كل ناحية، ماشي. عايز تشوف المسافة التوتال، ماشي. ما انت لو شفت من السنتر هي كأنك لو شفت من كل، ما هو لو نفس المسافة من السنتر للسنتر اكيد هيبقى المسافة التوتال لغاية السنتر هي يمين وشمال، هي طريقة تاني برضو، لكن ما اختلفناش في حاجة يعني. لكن اسهل لو هنشوف المسافة التوتال، اسهل لو هنشوف المسافه الكليه بدل ما لسه هنشوف نص ده وبتاع وهنحسب. هشوف المسافه الكليه هنا والمسافه الكليه الناحيه الثانيه، الاثنين قد بعض يبقى خلاص كده سيمتريك اباوت الواي، تمام؟ لكن مش معنى اللي هو الجزء اللي انا بتكلم فيه، مش معنى ان انا عملت كده وعملت كده ومبدئيا بصيت فوق وتحت، يعني هنا يمين مش زي شمال بس فوق زي تحت، هو على كده انا اخدت انديكيشن، اخدت انطباع ان هو سيمتريك. بس هاجي اتشيك، لازم اتشيك بالارقام، لازم اشوف المسافه دي واشوف المسافه دي، تمام؟ قد بعض ولا، واشوف برضو المسافه دي واشوف المسافه دي، هشوف كل المسافات فوق زي تحت ولا لا، تمام؟ هتلاقي في طرق الحل كده وانت بتطلع الاي اكس والكلام ده، هتلاقي ممكن يقسمهم لك اشكال، يعني شكل واحد وشكل اتنين، تمام؟ ويبدأ يطلع البي وبعدين يطلع الاتش والكلام ده وبعدين يطلع الاريا زي ما انت عايز. يعني عايز تعملها جدول، لو انت شايف ان هو الجدول هيكون اسهل ليك اعملها جدول. عايز انت تعملها كتابة تقول فور اريا 1 البي تساوي كذا والاتش تساوي كذا والاريا، براحتك يعني، كل الطرق واحد، تمام؟ في نفس معيش اللي حضرتك جايبه السكشن القديم،
ماشي بالرقم 6 اللي هي السلايد رقم 6 اللي هو ده الشكل ده 6. لا 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 صفحة 6 اللي بنفس الباوربوينت. حضرتك لما جيت هنا حطيت الاكس والواي التزمت ان انت تعمله بالنسبة للمثلث عشان تلت وتلتين، فما خدتش بالي يعني ماليش دعوة بقى خالص بقى بالمستطيل ان انا برضو المفروض ان هو كان يتحط مثلا في النص شوية ولا وانا رميته كده. لا 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 انا احنا بنطلع احنا بنقسم الاول ليه؟ انا لسه ما اعرفش. انا بقول لك ده انديكيشن، الانديكيشن اللي انا عامله ده بقول لك السنترويد بتاع المثلث بس، يعني انت اما تيجي تحل كل شكل على حده كل شكل لوحديه، يعني هتيجي اما نيجي نحل اللي هو شكل واحد فهو السنترويد بتاعه في النص كده فاهم، اما نيجي نحل اللي هو الواي سي لا ده السنترويد بتاعه كده فاهم. فاحنا عشان كده احنا من الاول خالص بنقسم اشكال، اما نيجي للدايره السنترويد بتاعها في النص. لكن انا اصلا ما اعرفش مكان الاكس ده فين. الاكس ممكن يطلع فوق شويه يطلع تحت شويه، لكن ما هيطلعش على بعد اكس على بعد واي سي، لان الشكل ده شكل الريجولار شكل غير منتظم ماشي. طب والمحور بتاعه اللي هو اكس والواي بتاعه الرئيس بيبقى فين بقى؟ ماشي خدوا بالكم السيشن هتخلص بعد اقل من دقيقه، الناس تبقى تدخل مره تانية اللي عنده سؤال او لو هنراجع الحاجه قديمه. احنا بالنسبه للشكل بتاعنا ده الشكل اهو تمام. اول خطوه انت هتعملها هتعمل محاور كده وهميه اللي هو في خيالك الشكل هيطلع ازاي، المفروض السنتر يكون فين، ده تشيك سيمتريه. هنيجي نبص على الجزء اللي فوق هل زي الجزء اللي تحت؟ لا، ان سيمتريك حول الاكس. طب يمين زي شمال؟ برضو لا، ان سيمتريك حول الواي. يبقى ده احنا عرفنا ان هو ده ان سيمتريك حوالين الاكس وحوالين الواي، يبقى محتاجين نطلع واي سي ونطلع اكس سي. تمام. فاحنا الشكل ده قلنا ان هو الشكل ده بتاعنا شكل اصلا انسيمتريك حوالين الاكس وحوالين الواي. فهنرجع لاول حاجه اخدناها في السكشن الاول ان احنا نبدا نقسم نبدا نرسم محاور وهميه، محور وهمي اللي هو هنسميه اكس داش من اسفل نقطه عندي في القطاع، ومحور تاني وهمي على اقصى اليسار بتاع الشكل هنسميه واي داش. انا عايز اطلع ايه؟ انا دلوقتي لا اعرف ما معرفش مكان المحور اكس الاوريجينال فين ولا الواي. فهنفرض ان هو المحور الرئيسي بتاعي اللي هو الحقيقي هيبعد مسافه اسمها واي سي، والمحور بتاع واي هيبعد مسافه عن المحور الوهمي اسمها اكس سي. ده اول خطوات. بعد كده تاني خطوه نبدا نقسم الاشكال اللي تحت الاشكال انا اعرفها. اهوش المستطيل كبير شكل واحد، وبعدين الدايره شكل اتنين، المثلث شكل تلاته، وابدا اتعامل مع كل اريا على حده لوحدها. هنيجي لو عايزين نطلع الواي سي يبقى عندي الاريا واحد اللي هي عباره عن العرض في الطول تمام، لان ده مستطيل مضروبه في الواي واحد. الواي واحد اللي هي مين؟ اللي هي المسافه من سنتر الشكل اللي هو المستطيل لغايه المحور الوهمي، اللي هي المسافه دي اللي هي واي واحد، زائد المسافة اللي هي بتاعت اريا اتنين. بس هنا مش زائد، هنا ناقص، يعني ده قانون جنرال. لكن لو هنطبقه على فوق هنا ناقص عشان خاطر ده فراغ، فالاشارة دي هتبقى نيجاتيف تمام، نيجاتيف. يبقى ناقص الاريا اتنين الاريا بتاعت الدايرة اللي هي باي دي سكوير على اربعة، وهيكون مديك الدايمتر اللي هو ده، مضروبة في الواي. الواي بتاعت الدايرة فين؟ برضه نفس النظام من سنتر الدايره نفسه لغايه المحور الوهمي، دي الواي اتنين. هنيجي بعد كده زائد اريا تلاته بتاعت المستطيل، هشوف هرسم لها المحور بتاعها برضه معرفش هو كام لسه. فهنيجي هنقول الاريا بتاعت الشكل تلاته اللي هي عباره عن نصف طول القاعده في الارتفاع
القاعدة نصها في الارتفاع اللي هو ده مضروبة في الواي ان في الواي تلاتة. الواي تلاتة اللي هي المسافة من سنتر الشكل اللي هو المثلث اللي هو السنتر بتاعه اللي هو على بعد كام؟ على بعد اتش على تلاتة. تلت من القاعدة وتلتين من تلت. يعني انت طب تلت من مين بالظبط؟ من ارتفاع ايه بالظبط؟ تلت من الارتفاع ده اللي هو ارتفاع اتش اللي هو الارتفاع ده يعني تمام هو ده على الاريا واحد واطرح الاريا اتنين عشان خاطر ده فراغ زائد الاريا تلاتة تمام. الاكس سي نفس النظام كل اريا في المسافة بتاعتها بالنسبة لشكل واحد والمسافة بتاعته اللي هي من سنتر الشكل لغاية محور واي بالنسبة لشكل اتنين المسافة من سنتر الدايرة لغاية المحور الوهمي بالنسبة للواي بالنسبة للمثلث المسافة من هنا لهنا وهكذا تمام. تمام في مشكلة على كده في أي حاجة؟ خلي كده بس حضرتك ممكن تنزل لنا المحاضرة دي عشان وحاجه ده عملت ريكوردنج لاول واحده ده ليها غالبا ممكن حاجه عملت الثاني انا عامل ريكورد ليها تمام كده تمام. الناس تستعد عشان الاسبوع اللي جاي فيه كويز هيبقى اونلاين كويز ماشي هيبقى على السكشن بروبرتيز بس حاجه خفيفه ده بيتحل بره او بنصوره ولا ايوه ورق خارجي بشكل منظم كده وترفعه كأنك بترفع شيت. في ميعاد الاستكشن؟ لا لا هنتفع على ميعاد خارجي. تمام؟ هو انتوا كام على الاستكشن هيبقى ثابت؟ يعني على طول الساعة 12 ونص؟ لا ما قلنا هنغيره بقى هننزل في الميعاد ده يعني النهارده زي النهارده كده هننزل السكشن اللي هو ريكوردد تمام؟ ونيجي نثبت يوم اللي هو للميتنج خلاص ماشي احنا هنتفق دلوقتي ولا بعد حاجه هتعمل برضو فوت الايه حاجه دلوقتي هتقول احنا هيبقى المناقشه ايه يعني المناقشات اللي هي المحاضره السكشن اللي هو هيبقى ميعاد مختلف اللي هو هيبقى في مناقشه للفيديو اللي حضرتك هتنزلها هتقوله دلوقتي ميعاده امتى ولا هتعمل فوت بص انا للاسف ديمقراطي يعني بمشي مع الاغلبيه دايما بس هي المشكلة ان في ناس ما منكم برضو بتعترض يعني يكون مثلا 50 واحد موافقين يجي كم واحد يقول لا احنا عايزينه في ميعاد السكشن فاهم فاحنا بس هو بس ما نخلي زوم في ميعاد السكشن عادي والمحاضرة المسجلة اللي حضرتك هتنزلها يعني خلي الزوم ده اللي احنا هنسأل فيه كده خلي الزوم بس الأسئلة مش مهمة ونخلي المحاضرة زي ما هتنزل في أي وقت وعلى مدار اليوم يعني ما ينفعش أدخل معاكم في حاجة قبل ما انتوا تاخدوها يعني انا لازم الاول هنزل ريكورد الاول لازم يكون الريكورد اللي ينزل هو الاول وبعدين المناقشه ممكن الريكورد ينزل في نص الاسبوع ماشي ممكن الريكورد عادي يا باشمهندس نزله في نفس اليوم بتاع المحاضره عادي على طول اليوم ونعمل زوم ميتنج في اي يوم بس بالليل ماشي ما هو ده اللي انا بقوله ماشي ونخلي الكويز في نفس ميعاد السكشن عشان يبقى لو احنا محدش بس بوراه حاجه تسليمات لان احنا الاسبوع ده بيبقى مضغوطين يبقى احسن بكتير فعلا ما هو مش هنقدر نلغي احنا ميعاد السكشن نفسه يعني ده هي ده دكتور ريهام مبلغنا ان هو يكون اول جزء في السكشن فاهم فاول جزء في السكشن بالنسبه للاستراكشر انا على كده هظلمكم لازم تاخدوا سبيس كويس من الوقت فقال لي خلاص نتفق على ميعاد تاني ما بيننا وما بينكم يعني معلش يا باشمهندس انا عايز اسال سؤال هو لو احنا عملنا مثلا يوم الاثنين ده اللي هو ميعاد السكشن ده الزوم بتاع الاسئله في نفس الوقت في نفس ميعاد السكشن عادي وحضرتك في فرصه ما بين الاثنين لحد يوم السبت مثلا او لحد اللي جاي تنزل المحاضره الجديده قبل الميعاد اللي جاي ان شاء الله بحيث ان الزوم يبقى ميعاده ثابت عشان يبقى كل الوقت بتاعنا منظم لاننا فعلا بنفتح الكليه حضرتك فاهمني احنا على كده بنتاخر خطوه يعني احنا بالفعل متاخرين على الدكتور ده دايما المحاضره 7 سيكشن فانت اللي بتكلمي ده هتخليني اعمل ديلي للمحاضره للسيكشن بتاعي بدل ما هو ينزل المواعيد بتاعته اللي هو الاثنين لا ده انا على كده هعمل مراجعه على الجزء القديم يوم الاثنين وبعد كده اللي هو الجزء الجديد هتاخده في خلال اليوم
تمام شكرا. طب باشمهندس باشمهندس، هو دلوقتي يعني ايه المشكله في اللي احنا كنا بنعمله؟ يعني مثلا عادي كنا بننزل الفيديو ويوم الزوم ده مثلا نثبته يوم جمعه مثلا اجازه الناس كلها. هو ده المنطقي المفروض لكل كل الناس. انا بقول لك ان هي ان الناس كلمتني خاص، وناس اتكلمت في النقطه دي قالت ان هو احنا عايزين اللي هو يكون زوم حلو ويكون في ميعاد السكشن تمام. بسبب ايه؟ بسبب ان هو طول الاسبوع انتوا عليكم تسليمات تمام. طب دي حاجه برضو دي ما تخصنيش، طول الاسبوع عليكم تسليمات وبتاع. ما احنا بنقول يا جماعه الميعاد المناسب مع الكل، ويبقى الميعاد ده ثابت لاستراكشر، الناس عارفه ان هو من يوم الجمعه مثلا اللي هو الساعه 7 بالليل انا عليا استراكشر. وبعدين ده انت بتذاكر يعني، احنا انا كاني براجع معاكم فاهمين. فانا شايف ان هي دي فرصه مثاليه. المعترض عليها مش عارف معترض عليه يعني. انا من السهل عندي جدا ان انا اهي المحاضره انا سجلتها ريكورد ده اهو ومعاكم، وانزلها وكده خلصت، واجي كل اسبوع عامل نفس النظام يعني. ده هيكون مريح ليا. اه بالظبط، هو مريح لينا كلنا، انا شايف كده يعني. هو احسن ننزل فيديو والزوم يبقى في يوم مثلا اجازه، وكل الناس تعرف تخش وتسال، اللي عايز يسال. ماشي. في حد عنده مشكله بقى في الكلام ده؟ يكون السبب واضح. تمام كويس جدا. لا انا ما عنديش ده. تمام. لو نعمل مثلا في اي ميعاد العصر او حاجه يبقى حاجه كويسه، عشان ما نبوظش مثلا بيت اليوم، او عشان في مواد ثانيه برضه بناخد فيها زوم ميتنج بالليل، عشان ما اعترضش معايا ممكن ناخدها على ميعاد العصر عادي في اي يوم. ماشي مش مشكله. تمام. الناس بس لو مشيت اول باول كده في المنهج بتاعنا هتلاقي الدنيا بسيطه مش صعبه. بس ما تخليش حاجه تتراكم عليك يعني. فرصه كويسه جدا ان احنا حكايه الميتنج دي نعملها في مره ثانيه، بحيث انت لو كنت صعدت من اول مرة مثلا وما ذكرتش السكشن وبتاع، هتعرف تجمع من الكلام اللي انا بقوله في المرة التانية. فدي حاجة كويسة. تمام. تمام. طب هو بالنسبة للكويت فونس انت هتدولنا دلوقتي؟ لا انا بقول لك الاسبوع اللي جاي هنحدد معاده كده، معاد في الاسبوع اللي جاي. اه طيب هنحدد معاده الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب خلاص تمام. والنهارده يا باشمهندس هنسلم الشيت عشان الساعة 12 صح كده؟ ماشي. هو الجزء لحد فين معلش يا بوليس؟ اللي هو لغاية آخر حاجة أخدناها لغاية النهاردة يعني، اللي هو السكشن بروبرتيز. بص أنت في مسائل الشيت، حاجة زي مسائل الشيت يعني. تمام ماشي ماشي. يعني هيكون كده شيت 1 و 2 ولا؟ اه شيت 1 و 2. أنت لو بصيت في شيت 1 على فكرة هتلاقيه هو شيت 1، الفرق بس اللي هي اخر حاجه بس اللي هي برنسبل اكسس دي بس. المطالب دي. طيب تمام خلاص تمام ماشي. مش عايزين حاجه؟ انا ايه بقول تقسيم النهارده شيت 1 و 2 ولا 1 بس؟ عشان انا ماشي بقى كلمني هندسه. بتقول ايه؟ النهارده 1 النهارده 1 بس صح؟ مش سامع والله. يلا تقسيم حضرتك بتاع الشيت النهارده 1 بس صح؟ ايوه تمام شكرا. بونس بتاعي ماشي بقى كلمني. وانا بقول لك ايه بقى كلمني. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم.